مرحبا بكم في برنامج عنق الزجاجة. اليوم سندخل في الزجاجة من الداخل ونرى ماذا يوجد في الزجاجة. زجاج تفاح تفاح تفاح. لا ندخل في زجاجتك لحظة. ضيفنا اليوم في هذا البرنامج يعني الأخ قيس سعيد. مرحبا بك في برنامج عنق الزجاجة. مرحبا بك ومرحبا بكل من معك في هذا البرنامج البروتري الجميل. أنا أتذكر يعني لما أسمع برنامج عنق الزجاجة أتذكر يعني كتاب كليلة ودمنا في رواية كليلة ودمنا. أسكت يا يعقوب، سأذكرك بتاريخك الأسود حيث زعموا أن أسدا كان في أرض كثيرة بالمياه والعشب، وكان في تلك الأرض من الوحوش في سعة المياه يرعى يعني ويسعى شيء كثير، إلا أنهم يعني كانوا يخافون من خوف الأسد. وسمحني أخ علاء، أنت لست الأسد لأن شفتك يعني في الحلقة الفارطة كنت يعني خوافاً وكنت تتفربس من الفوشيكا. وبما أنني أتحدث عن الفوشيكا أغتنم هذه الفرصة يعني وأذكركم برواية لكاتب هو يعني يوناني بيتروس ماركيس ميكونوس، يقول يعني في كتابه القديم: تدفق في البطحاء بعدما تباطل وقمقع في البيداء غير مزركل، يعني قال كذلك صار بأركان العقيش مقرنصاً وهاماً بكل القارطات بشنكل. يقول: ما بال البحطة مقرتماً ويعسى دواماً بين هك وهنكل، إذا أقبط البعرة طاح بهمة وإن أقرط المحطوش ناء بكلكل. فيا أيها البغفوش نلت بدغدل، اذهب إلى أبلة وفك علينا في البرنامج. برافو ميكانو. العب يلا برافو ميكانو. هيا تاو فايسل الحذيري. فايسون إذا بحذير يسوزا فايسل في برنامج اضرب الذكرى لصبح. اوه الله الله اضرب الذكرى. اي برامش اضرب الذكرى. اضرب الذكرى. مساء الخير أنيستي سادتي في هذا الموعد الإخباري الذي ستناول فيها موضوع أضرب الذكرى الأصبح. هل شبابنا اليوم ما زال يضرب الذكرى؟ هل الناس اليوم تساهم بشكل كبير في ضرب الذكرى؟ هذا ما سنشاهده مع بعض الضيوف الذين سيرافقوننا. وهذه المشكلة العظيمة، هل أن اليوم في مشكلة ضربان الذكرى؟ هل ما زال شبابنا قادر على ضرب الذكرى؟ هل يوجد له حناء؟ هل ما زالت الجرجومة تعطي للشباب الذكرى؟ هذا ما سنشاهده. معنا الخبير الفرانكفوني من واشنطن سيقدم لنا معنا. نعم تفضل سيدي تفضل. نعم شباب تونس اليوم كاد يكون من أكثر الناس الذين يضربون الذكرى، فهنالك الحقيقة. أرجوك لا تقاطعني، أرجوك، أنا لم أقاطعك. هل تأتي بنا ديريكتوم وتقول لنا هل الشباب اليوم؟ نعم شباب اليوم يضرب الذكرى، يضرب صباح وليل وعشاء. نعم فهنا لدينا الصور على دليل أن ضربان الذكرى ضربان ناجح. نعم شكرا لكم. على هل تضرب الذكرى؟ على أضرب الذكرى أكيد.